وباكد لكم كمان ان احنا فاضل لنا اكتر من 12 13 14 15 ماتش بماتشات كاس مصر بنهائي ب... كاس مصر بكل ده ابو جبل راجع ابو جبل راجع يشارك مع نادي الزمالك وده قرار مجلس الاداره وقرار مستر فيريرا بدليل انه لعب امبارح امام مصر المقصه اخر ثلث ساعه ابو جبل هي... هيستمر مع نادي الزمالك وهيلعب ماتشات ولن يتم استبعاده حتى نهايه الموسم حتى نهايه تعاقده يعني ابو جبل ما عندوش اي مشكله وابو جبل يمكن كمان مشكلته الماليه اتحلت بعد ما خد جزء السنه الاولى من نادي النصر كاش تعدى ال 2 مليون دولار تقريبا وبعد كده نادي النصر رجع في كلامه كلام أنه هو هيتم عارضه لنادي الطائي كلام من هذا القبيل منتشر في الصحافه السعوديه يعني وهنشوف الدنيا رايحه لفين لكن المؤكد ان ابو جبل مكمل معانا هي المشكله الوحيده والخلاف الوحيد هو على طارق حامد طارق حامد الى اين هيكمل مش هيكمل في اه اتفاق على انه ما يكملش المشوار بعد اه ما اه يعني ترك الفريق اه ولم ياتي ب اه يعني اه كشف طبي او تقرير عن ال 50 يوم اللي غابهم وبالتالي عنده مشكله كبيره جدا مع المدير الفني بالذات مستر اه فيريرا يعني فانا باكد لكم ان ابو جبل مكمل عايز اقول حاجه بس امبارح انا كنت اتكلمت في موضوع النهارده محمد عادل يعني حكم الاحتواء كما يقولون عنه عنه جمهور النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي النهارده بيحكم اللقاء بعد غياب اكتر من خمس ست شهور عن اخر لقاء حكمه للنادي الاهلي وبناء على طلب كابتن سعد عبد الحفيظ النادي الاهلي النهارده بيتعادل بدون اي فرص حقيقيه اه نادي الاهلي بيقدم مباراة اه اه بيفقد من خلالها نقطتين وده شيء يسعدنا احنا شخصيا احنا الزمالك اكيد اي اي اتنين بيتنافسوا بيبقى عايز الفريق اللي قدامه يخسر نقاط عشان احنا بنلعب في بطوله واحده ومنافسه قويه وعايزين اه يعني نعدي بالنقاط بتاعتنا اه قولا واحدا احنا مرة واثنين وثلاثة احنا عندنا ظروف صعبة جدا والله بسم الله ما شاء الله شكرا لمجلس الإدارة شكرا للجهاز الفني شكرا للعيبة شكرا للعيبة الشباب شكرا للعيبة اللي متواجدة لعيبة الرجالة لعيبة اللي يعني واقفة على رجليها رغم كل الصعوبات اللي مروا بيها ورغم كده الحمد لله رب العالمين احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا متصدرين الدوري العام بغض النظر عن الماتشات المؤجلة للنادي الأهلي